السلام عليكم صديقاتي، مرحبا بكم في قناة مع عبد الرحمن تعليم كروشي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، ويلقاكم الفيديو في احسن حال ونهار جديد وفيديو جديد باذن الله الرحمن الرحيم. فكرة جديدة، ابداع جديد، شي حاجة مزيونة ان شاء الله نشاركوها معكم. قبل ما نبدا كنشكر جميع الصديقات ديالي المتتبعات الوفيات، وكنشكر خصوصا المشتركين الجدد، مرحبا بكم اللي انضميتوا للقناة ديالي. كنتمنى نكون عن حسن الظن ديالكم باذن الله الرحمن الرحيم. شكرا لكم واحدة واحدة. رجعوا الموضوع ديالنا اليوم، ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الزوقة اولا واحد دريس، زوقة او دريس، دريس من الحجم الكبير اللي كنبغيو نستعملوه في القفيطنات، غادي يفيدكم في التقليدي ديال اللي كنوريكم، التقليدي المغربي اللي كنستعملوه بالكروشي، وكذلك غادي يفيدكم حتى في العصري. فان شاء الله دائما الافكار تكون مفيدة وتستافدوا كاملين بكم. خليكم معايا حتى الاخر الفيديو. اول حاجه غادي نحتاجوا الحرير، النوع اللي بغيتوا، اولا الخيط. حتى الا كان عندكم غير الخيط وانتم باقي مبتدئات، فهاد الفيديو غادي يفيدكم ان شاء الله. وهاد الزواقه سهله جدا للمبتدئات، وكذلك حتى المعلمات اللي كيتابعونا، ما تنساوش المعلمات ديالي بلي لايك، شجعونا بالتعليق الجميله، خليونا رايكم وبارطاجيو، جزاكم الله كل خير. هاد الفيديو دائما كروشيم الحجم الرقيق داما 14، رقم 14 هو اللي كنستعمل. غادي نبداو ان شاء الله. انا دائما كنعمل الحرير على ثلاثة ديال الخيوط. سمحوا لي هادي تهرست لي ومش نخليها هكذا باش تقدر ما تبرزطنيشي. ها انتم كتشوفوا ملي كيطيحوا كنكونوا كنخدموا بها كيتهرسوا، ما علينا ماشي مشكل، غادي نقضيو الغرض بها. اول حاجه دائما نكون عندي الثوب موجد نص غرزة دائما. يا كنوريكم هاد الطرف الصنايع كنجمع فيه الزواقات ديالي، اولا شي حاجه بغيت نشاركها معكم، اولا حتى لحد الان الا بغيت نشارك شي زواقه وبغيت نخرجها لا مراسي ولا مشي كتاب، كنحاول نعمل بحال شي حاجه تجريبيه، شي حاجه شانتيو، يعني نبدا بشي طرف الصنايع نبدا فيه، يعني نستافد منه نبقيها هنايا ونشوفها كيفاش غتجيلي، عاد كنطبقها في شي جلابه ولا شي قفطان. ولكن الاغلبيه كنطبق ديريكت مو كتكون عندي يعني ديجا خدمت ديك الزواقات. وحتى هذه اللي عاود كنبغي نشارك معكم ضروري كيكون عندي طرف صنايع. ما علينا، نرجعوا للموضوع ديالنا. نتوما غادي تستعملوا فقط الثوب نص غرزه وجدتها قبل باش ما نضيعوش الوقت اكثر. ها نتوما غير نفس الغرزه هكذا، كنت سبق لي وريت لكم بزاف ديال الفيديوهات شرحت معكم كيفاش نعملوا نفس الغرزه. نبداو على بركه الله، بسم الله. كما قلت لكم انا عملت الحرير على ثلاثة. هانتوما من بعد ملي كنعملوا نفس الغرزه ديالنا ديال الثوب اولا القفطان، حسبوا قفطان ولا قندوره، كنعملوا نفس الغرزه وغادي نبداو الزواقه ديالنا اليوم. سهله الاخوات، سهله جدا، وهي في التمييز اللي فيها هي سهله وكتبان روعه، يعني شي حاجه مزيونه. فما نقول لكم هيدا راه كتكون شي حاجه مزيونه. تبعوا حتى الاخر الفيديو ووجدوا الكروشي والخيط او الحرير اللي كاين موجود، حتى الخيط غادي نستعملوه، مهم هو تعلموا من الخيط باش تقدر تبدعوا. كنهضر يعني كنوجه الكلام ديالي المبتدئات اللي متبعين مع قناه ام عبد الرحمن تعليم كروشي من الاول، فحتى الخيط غادي نحتاجوه. بسم الله. هانتوما غادي نحتاج 9 ديال السلسلات، جوج، نعمل جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود. هانتوما تسعود ديال السلسلات اللي غادي نحتاج. غادي نرجع عن هنايا وغادي نجيبها هنايا، هنا غادي نعمل نفس غرزة. هانتوما ركزوا معايا، ساهلة جدا، تسعود ديال السلسلات ونص غرزه جوج. فهذه هي البدايه اولا هذا هو الاساس ديال الزواقه ديالنا اليوم. جوج، ثلاثه، خمسه، سته، سبعه، ثمانيه، تسعود. هانتوما راه كنحاول نتقل باش كلشي يستافد. ملي كنعملو تسعود كنجيو هنا كنعملو نص غرزه، غرزه حشو باش كلشي يفهمني. جوج، ثلاثه، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود. ونجي هنا عاود نعمل نص غرزة. هانتوما
ونبقاو ماشيين جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود. عاود نجي لهنايا نعمل نفس الغرزة جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة حتى نوصلو لهاد الصف وحنا ماشيين هكذا. هانتوما تا كنقوز الصف كامل قوزتو بالسلسلة، ها هو شوفوها قوزتها كاملة. دابا غادي نرجع للصف مني بديت، واحد بسم الله، واحد جوج ثلاثة عفوا كيخرج لي ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود. هاي باش كنذكركم بيها باش ما تنساوشي. هانتوما سمحوا لي. هانتوما كنجيو من هنايا كنعملو كنوجدو تسعود ديال السلسلات في الصف الثاني. هانتوما غادي نعاودها معاكم باش تشوفوها. ها هي واحد جوج ثلاثة هانتوما تسعود. كنجيو من هنايا كنعملو نص غرزة. عاود نحسبو او نجي لهنايا نعمل نفس الشيء. نجي لهنا لتحت ونعمل نفس غرزة. عاود لهنا نجي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود. كنجيو دائما هنا نعملو نفس غرزة باش تزير لكم وزيروها هكذا. نجيو دائما هنا ونعمل نفس غرزة حتى نحصل على هذا الشكل هذا. راه باقي ما ساليناش السواقه ديالنا، عاد نشوفوا الشكل النهائي. تبعوا غير هذا الشيء خطوه خطوه وغادي نشوفوا الشكل ديال صراحه الضريس كيجي مزيون. كما قلت لكم القنيدره تقفيط ناط يعني التكشيطه حتى هو خدمته به. هانتوما او نعملو نفس الشيء حتى نساليو هاد الصف كامل. هانتوما غنجيو من هنا نعملو تسعود ديال السلسلات. كنجيو من هنا نعملو غرزة حشو او نص غرزة. هاهي ونجيو عاود هنا نكملو تسعود. عاود نقبطو هاد جوج من هنا ونعملو نفس غرزة. عاود نرجعو من هنا
أو نجي من هنا نفس الغرزة. حتى نكملوا هذا الصف كامل. ها نتوما ملي كنعدلو بحال دابا انا عدلت هاد الصفوفه، ها نتوما عملت اربعه، مشيت بنفس الطريقه غير بالتسعود، يعني اكتفيت غير بالتسعود هيدا. وغنجي لهنايا غنعمل نفس الغرزه عاود تسعود، دائما نمشيو غير بالتسعود. شوف شوف 3 4 5 6 7 8 تسعود. ها نتوما انا كنعملها قدامكم كتمشي غير بنفس العدد، ياك كتحصلوا على واحد الشبيكه او لا واحد الدريس او لا واحد الزواقه اللي كتجي غزاله نتوما، خصوصا في القفطناس وقنيطاس كتجي غزاله. المهم بقاو حتى اخر فيديو باش تشوفوا الشكل ديالها كيفاش كتجي. ها نتوما شو انا كملت معكم هاد السطر تبعات. المهم كنجي لهنا كنبقى نعمل نفس الغرزه، نفس الغرزه هكذا، وغادي نعمل ثلاثة وغنرجع لهنايا. فكنسباق لي شاركت معكم بهذا التريس حتى هو اللي كيجي فوق الخدمه ولا فوق الشرفات كما كنقولوا حنايا، راه كاين عندي في القناه غادي تجبروه. ادخلوا غير القناه وتكتبوا دريس غادي يطلع لكم اشكال وانواع. غنجيو لهنايا غادي نعملوا نفس الغرزه، او نجيو لهنا نفس الغرزه ونعملوا ثلاثة ديال السلسلات ونرجعوا للأولانية ونخدموا بغرزة حشو. كتجي غزالة هاد الشبيكة أولا هاد الدريس هذا مشرف، الزواقة كتجي غزالة في الكميمات، هادي راه هاد الكميمات هاد القفطناس كلشي. مهم أنا جربتها وجربتها وخدمتها كتجي مزيونة، فقلت اليوم نشارك معكم باش كلشي يستافد وياخد فكرة. هانتوما هذا هو الشكل النهائي ديال الدريس ديالنا اولا ديال الشريفات اولا الزواقه، كيجي مشبك ساهل جدا وما كيديش معنا الوقت، يعني كيجي مزيون بزاف وفي نفس الوقت يعني يدعم لون القنيطره ديالك بالكمايم في العنق في الزلايل كيجي مزيون، ولكن الاغلبيه ننصحكم انا كيجي الكميمات كيحمق. فكنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم، خديتوا فكره واستفدتوا وهذا الدرس عجبكم وعملتوا به شي حاجه مزيونه ان شاء الله القفطناس قنيطرات. فما تنساوناش بلي لايك الى عجبكم الفيديو، اشتركوا وفعلوا الجرس، وما تنساوش تبارطاجيو مع الاهل والاحباب باش يوصل الفيديو ديالنا ان شاء الله ربة بيوت النساء اللي ما عندهمش الوقت يخرجوا يتعلموا دار الصنعه ولا كيفاش يخرجوا ما كاينش الوقت ما كيسمحش. هذه واحد الوسيله القناه ام عبد الرحمن تعليم كروشي، يستفد منها كل الامهات ويتعلموا وياخذوا واحد الفكره في العالم ديال الكروشي المغربي التقليدي. شكرا لكم واحده واحده، والى الفيديو القادم باذن الله.